هذه المشاهد الجوية حجم الدمار الذي حل في غزة. أبنية تحولت إلى ركام واختفت، وأخرى فقدت ملامحها. كومة غير مسبوقة من الدمار، هكذا وصفت الأمم المتحدة قطاع غزة. قبل 7 أكتوبر لم يكن أي جزء من فلسطين معفاً من استخدام القوة العسكرية وهدم المنازل، إلا أن وحشية الدمار في غزة الآن لم تظهر قبل ذلك حتى في الصراعات في سوريا وأوكرانيا. وفقاً للأمم المتحدة، فإنه مع بداية هذا العام دمر ما يتراوح بين 60-70% من جميع المنازل في قطاع غزة، وتركز الدمار الأوسع في منطقة الشمال حيث قاربت النسبة من 100%، وقد أحصي في شهر مايو أكثر من 39 مليون طن من الحطام مختلط بذخائر غير منفجرة ومواد سامة نتجت عن المباني المنهارة. تلوث المياه الجوفية وتلوث التربة وصل إلى وضع كارثي للغاية، لدرجة أننا لا نعرف ما إذا كان من الممكن علاجهما في الوقت المناسب حتى يتمكن الناس من العودة على الأقل خلال هذا الجيل. وتقدر الأمم المتحدة أن إعادة بناء قطاع غزة بشكل كامل وتأهيل البنية التحتية لتعود كما كانت قبل الحرب ستكون عملية مضنية قد تستغرق نحو 80 عاماً، ما يعني أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين لن يرى غزة على طبيعتها.